بعد يومين وتحديدا في 30 من الشهر الجاري سيقر الكنيسة على مخطط برافر الاقتلاعي، وستكون هذه المناقشة الأخيرة قبل المصادقة عليه من قبل حكومة الاحتلال. هذا المخطط ومن أخطر المخططات ما بعد النكبة ضد العرب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، ونحن ندعو إلى تصعيد النضال ضد هذا المخطط على كافة المستويات، وندعو شعبنا الفلسطيني إلى أن يكون كل واحد متماسك في مواجهة هذا المخطط. وبالتأكيد في 30 من هذا الشهر هناك سيكون المناقشة الأخيرة ومحاولة إقراره في الكنيسة الإسرائيلية ومن ثم المصادقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة سيصبح قانونا نافذا. وهكذا يستمر الاحتلال بتصعيد مخططه الإجرامي ضمن خطة متكاملة الهدف منها هو الاستيلاء على المزيد من الأرض، أي عرب أقل وأرض أكثر. كل هذا يجري فيما السلطة الفلسطينية المنهمكة في المفاوضات لا تقوم بأي دور لإيقاف المخطط ولا حتى بطرح برافر على أجندة المفاوضات ولو لحفظ ماء الوجه. بالنسبة للسلطة الفلسطينية هناك محاولة لتكريس واقع جديد، إنه كل تجمع فلسطيني يقلع شوكه بإيده، وبالتالي على فلسطينيين سوريا إنه يشوفوا وضعهم شو بصير فيهم. الفلسطينيين في 48 هم أحرار يعملوا اللي بدهم إياه، يواجهوا همومهم وتحدياتهم بمعزل عن الكل الوطني. في الضفة غزة محاصرة، هذه السياسة الإسرائيلية والتي للأسف تجد بعض الفلسطينيين الذين يتساوقوا معها لتكريس فكرة العزل. حراك جماهيري كبير ووقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات في الجامعات شهدتها جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 48 على مدار العشرة الأيام الماضية، تحضيراً ليوم الغضب الكبير في 30 من الشهر الجاري. إلى برافر ومخطط برافر، ومن يطع القرارات في دولة إسرائيل إن هذا المخطط لم نقبله. هذا وقامت قوات الاحتلال قبل عدة أيام باعتقال الشيخ صياح الطوري الذي لا يزال رهن الاعتقال بعد أن رفض إطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن أرضه وبيته. سؤال شعبنا اليوم للقوى الوطنية والإسلامية، أمام هذه المخططات، أمام هذا التهديد، أمام هذا الصلف الإسرائيلي والإجرام اليومي، ألا يستحق شعبنا أنه نقف يد واحدة؟ ألا يستحق شعبنا وحدة وطنية حقيقية بين كل مكوناته وفئاته؟ ألا يستحق شعبنا اليوم أن نقف كلنا ونقول نحن مع شعبنا في النقب وضد هذا المخطط وأن هذا المخطط لا يمر؟ وهناك عشرات بل مئات الشباب الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48 يقودوا هذه الحركة الشعبية ضد مخطط برافر. واجبنا أن ندعم هؤلاء وأن نكون جسر إمداد حقيقي لهم على كل المستويات، سياسيا وإعلاميا وماليا وغيره، حتى نضمن أنه نحن قضية واحدة، شعب واحد، أرض واحدة. دولياً في إيرلندا وبريطانيا والسويد وهولندا ستنظم وقفات أمام سفارات الاحتلال للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمخطط برافر. عربياً في عمان وبيروت والقاهرة وتونس والرباط أعلن ناشطون عن وقفات للدفاع عن النقب الفلسطيني. يوم 30 من الشهر الجاري إذن سيكون يوم الإضراب الكبير يصعد فيه الفلسطينيون نضالهم في الداخل والقدس وغزة ورام الله والشتات للتصدي لمخطط برافر، وستكون الكلمة كلمة شعب واحد حتمية وقاطعة أن برافر لن يمر. كل قرانا ومدن العربية في فلسطين المحتلة بتعاني من الاضطهاد والعنصرية والإقصاء، كنا لازم نمنع برافر يصادر أراضي النقب. مخطط برافر هو مخطط اقتلاع يستهدف كل الفلسطينيين، عشان هيك بدنا نمنعه. نكبة جديدة وتهجير بالنقب، خلي كل العالم شاهد كيف رح نمنعه.